مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، اعلنت انطلاقه الشوط الاول الرئيسي لهنالك جاليه. السودانيين بدوله قطر يشاركوا من اجل الرمز، من اجل التحدي، من اجل كلمه الناموس. وهنالك رمز منتظر احد الفائزين بهذا التحدي الكبير، المقدمه والصداره خيال وطلحه القصير من يقدم خيال، ولكن وصل مهلك ومحمد بن صديق المغربي. الله الله، محمد بن صديق المغربي مع مهلك من يهلك بهذا التحدي الكبير. ولكن حذاري من الغادمين من الواصلين، رافعين راية، نحن غادمين لا محالة، ولكن المقدمة والصدارة. ولكن الله، مهلك مهلك، اهلكم اهلكهم اتعبهم بهذا التحدي الكبير. وتاني الاسماء، وصل هنالك سوغان وسليمان بن علي الرشيدي، وصل هنالك يقاتل من اجل الفوز. وهنالك مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء في كل مكان، اللي يحمل الرقم 7 هنالك. الله، مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، المقدمه والصداره هنالك مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل رقم كم مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، هنالك المقدمه خيال وطلحه القصير. سلوم يا طلحه يا القصير، من يقدم لنا اسم كبير ومتحدي بهذا التحدي وشوط الرمز. ثاني الاسماء، وصل هنالك شاهين ومحمد بن احمد بجبوله. ثالث الاسماء كان من نصيف سوغان وسليمان بن علي الرشيد. توقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، ساعة وصول هنالك مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. وصول خيال طرح القصير 2:08:35. جزء تهانينا هو الناموس لمالكي خيال، وايضا طرح القصير من قدم لنا خيال بهذا التحدي الجميل. تهانينا والناموس.